والشوط السادس على التوالي الذي ينطلق في هذه الأمسية التراثية هنا مشاهدينا ضمن هذه الشعارات الجماهيرية الكبيرة. مقدمة الشوط والمركز الأول الشاهينية، الشاهينية هناك تتقدم في مقدمة الشوط لهجن الرياسة، يقودها المستحيل راشد محمد السم المنصوري. المركز الثاني هناك وصلت الشاهينية الأخرى كما نتابع أيضا من هجن الرياسة المجازف بن زيتون محمد العتيق يقودها في التضمير. وناخذ المركز الثالث التي وصلت هملولة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، انطلق الثلاثة التي وصلت بقوة مشاهدي الأعزاء في هذا الانطلاق. بينما المركز اللي قادم مشاهدينا في كل مكان، المركز القادم هو مركز الرابع، والمركز الرابع كما نتابع هناك انطلاقة مشاهدينا من انطلاقات الخيري والبركة، أيضا وصول مع هناك محبوبة لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد، والتضمير مع محمد بن سعيد بن مبروك الحميري الذي يتقدم في هذه اللحظات الذي وصل في هذه اللحظات إلى المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية وصلت بقوة كما نتابع من هجن الرياسة ويقودها المجازف بن زيتون محمد بن عتيق، وبين هناك أيضا دخول آخر مشاهدي الأعزاء وصول من العين التي وصلت في هذه اللحظات وانطلقت في هذه لحظات لهجن الرياسة والتضمير والقيادة لهذا أيضا هنا مع العين لعوض بن مبارك المهيري. بينما من وصلت أيضا واحتلت المركز الثامن وكما نتابع مشاهدينا هناك أيضا كما ديما لسمو الشيخ الزاع بن سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني، وهنا وصول آخر في المركز العاشر من الشاهينية من هجن الرياسة مع المجازف. النداء الأول كما أيضا لحضراتكم، النداء الأول مشاهدينا، هناك انطلاق وشوفوا الشاهينية التي تنطلق مرة أخرى بنفس الشعار هجن الرياسة في الصدارة، تقدم أداء جميل لجماهير هذا الشعار بالمقدمة. وكما نتابع مشاهدينا بالمقدمة بالفعل، يا سلام صدارة الشوط المقدمة المستحيل، يتقدم معها راشد محمد بالسم المنصوري، يتقدم بصدارة الشوط بالمقدمة شاهينية أخرى قادمة مشاهدينا بشعار هجن الرياسة يقدمها لنا أيضا محمد العتيق بن زيتون المهيري. يتقدم المجازف بالمركز الثاني والمركز الثالث، الوصول والقدوم مشاهدينا بهملولة وصلت من هجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، يا السلام. والتقدم الآخر محبوبة قادمة أيضا تنطلق كما أيضا لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، يتقدم مع هناك دخول محبوبة مشاهدينا محمد سعيد بن مبروك الحميري، وهنا أيضا قدوم آخر وتقدم من قبل العين التي وصلت في هذه اللحظات من هج الرياسة وعوض بن مبارك المهيري. أيضا الخبير يتقدم معها شعار هج الرياسة، والأخرى أيضا واصلة لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومحمد سعيد بن مبروك الحميري يتقدم معها أيضا مرافقا مضمرا مع هذا الشعار الذي يأتي بأداء جميل. وهذه المراكز المتقدمة مشاهدينا، ولكن وين وصلنا؟ وصلنا للانعطاف، وصلنا وين؟ يا السلام على أداء، يا السلام. نعود مع مخرجنا الهواري والكادر الأول، والشاهينية تقدم عروض رائعة جميلة كما نتابعها معكم على شاشة قناة يا الله. الشاهينية تتقدم بقوة كما واضحة لهجن الرياسة المستحيل، راشد محمد بالسم المنصوري يتقدم معها، ولكن شاهينية أخرى بدأت بالمطاردة، بدأت بالملاحقة. الله، هجن الرياسة تقدم مشاهدينا أداء جميل مع مضمرين أيضا عندهم الخبرة الكافية. هناك المجازف بن زيتون وصل أيضا بقوة لينطلق إلى المركز الآن الثاني، ووصلت العين بدلت من المركز التاسع إلى الثالث مشاهدينا. العين من هجن الرياسة يقودها الخبير عوض بن مبارك المهيري، ولكن الشاهينية من الجانب الآخر تتقدم
يتقدم لهند الرياسة ويتقدم المجازف الله، والمركز الخامس هملولة من هند الرياسة الأخرى مع أبو الجمايل، ولكن عودة للصدارة، عودة للآداء، عودة للتقدم اللي واضح أمامكم على الشاشة الشاهنية، والشاهنية يتقدم بقوة الله على الشوط، الله على الآداء. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم نتقدم مع الشاهنية، والشاهنية بمقدمة الشوط. هناك المستحيل، هناك المجازف، عروض جميلة لشعار هدنة الرياسة. هذه المؤسسة العريقة تتقدم، والشاهنية تتقدم في هذه اللحظات، تغير الشوط، تغير الموقع مع بن زيتون. الله، شوف الأداء، شوف الشوط، ما شاء الله، يسير على قدم وساق، يسير بسرعة جميلة، يسير بأداء مميز، ما شاء الله، ما شاء الله. يا المجازف مع شعار وستجد الرياسة، أعطني القادمة، العين، 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 وصلت العين، العين، تقدمت العين، تنطلق في المركز الثاني لشعار هند الرياسة. الخبير قادم، عوض بن مبارك المهيري يتحرك من المناطق الخلفية بقوة وبسرعة رائعة. الله، الله على الشوط، الله على أداء الشاهنية، والعين، العين والشاهنية، التقدم، وصل شعار هند الرياسة، ما شاء الله. شوفوا العين، العين، تجاوزت العين، تنطلق العين، الله، في مقدمة الشوط، تنطلق في اللحظات الأخيرة بشعار هند الرياسة ومؤسسة هند الرياسة. شكرا عوض بن مبارك المهيري، الخبير يتقدم في اللحظات الأخيرة، يأتي بنقطة جميلة مشاهدينا من خلال مشاركة العين، هنيا لهند الرياسة. شكرا عوض بن مبارك المهيري بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت الشاهنية الأخرى مشاهدينا من هند الرياسة، والمركز الثالث الشاهنية من هند الرياسة، هملولة وصلت أيضا من هند الرياسة، والشاهنية في المركز الخامس لهند الرياسة. عودة إلى الكنترول والأوبي والتوقيت الزمني مع المخرج الهواري. توقيت الثلاث مراكز الأولى بالإعادة بالحركة البطيئة وساعات تغيير مشاهدينا العين من هند الرياسة، وتهانينا بهذا الوصول الجميل المستحق. شكرا الخبير عوض بن مبارك المهيري. 7:29 وجزء عن يتيمة من الثانية، هكذا التوقيت الزمني للعين. انطلقت بقوة في اللحظة الأخيرة الشاهينية، وصلت في المركز الثاني أيضا لهجن الرياسة. شكرا بن زيتون، 7:32، 9 أجزاء من الثانية. أما المركز الثالث يأتي كمل نمبر 3 بليز، هناك وصلت بقوة وانطلقت إلى المركز الثالث في التوقيت الزمني. أملولة وصلت وغيرت في اللحظات الأخيرة كما نتابع مشاهدينا ساعات وصولها. نعم، عملوا الهجن الرياسة 7:38، 3 أجزاء. شكرا أبو الجمايل سعيد، له التحية. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا.